أنا بلعب كرة سلة، كرة عدم، كرة إدارة، ألعب سباحة. تتشرف الجمعية الإسلامية بإقامة هذا اللقاء، لقاء الفزعة لمركز متلازمة داون، وهذا المركز أنشئ قبل 22 عاما، وكان له فضل الريادة في أن يكون لأبنائنا هؤلاء يكون لهم مكان يلجؤون إليه، تلجأ إليه الأمهات والآباء من أجل أن يأخذوا بأيدي هؤلاء الفئة التي حباها الله عز وجل بخير من أجل مصلحة الإنسانية. لدينا قدرات لكن لنا لا نستخدم هذه القدرات، وهؤلاء أيضا متلازمة داون لديهم قدرات. متى تخرج هذه القدرات؟ إذا وجدوا البيئة التي يتعاملون معهم ويستخرجون هذه القدرة لكي يعيشوا حياة سوية مثل بقية الناس. نشكر مشروع فزعة على هالمبادرة الحلوة، بالعكس وايد استمتعنا، كان إيفنت وايد جميل. حياكم، تفضلوا ونوروهم في سيتي سنتر. من البوادر الإيجابية الإنسانية في مملكة البحرين، ومثل ما احنا عارفين سلمك الله، أنتم شخصيا سباقين في بث هذه الأمور الإيجابية والمضيئة في درب كل بحريني اللي يفخر فيها. وشبابنا مثل ما أنتم شايفين للأمانة أدوارهم جبارة وقائمين على هذا العمل، ومن المئات الأعمال المختلفة صراحة بهم فعلا نجحت الفعالية. جزاكم الله خير كلكم، وعلى رأس الفريق هذا طبعا فريق فزعة هو اللي ما شاء الله أبدع وأسس هذه الفعالية.